قبل أيام توفي طفل وقع عليه باب الكرفان. وقع عليه الباب، يعني هو أجا طفل بدي بلعب عند الباب، بدي يفتح الباب زقه وقلب عليه كتله. وقع، تعال أمرك شوف جوا. From the Holy Land Palestine, from Gaza City, I would like to welcome you in this vlog about the suffering of thousands of displaced families living in these caravans in very dire and disastrous living conditions. Since the war ended 2 years ago, some of the displaced families have been able to return home, but more than 100,000 remain homeless. We are in Beit Hanun, in north of Gaza City, where thousands of families are still living in these caravans. We will have a tour between these caravans and see the suffering of these families. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. ممكن ندخل؟ تفضل. ممكن تشرح لنا الآن كم سنة لكم في الوضع هذا؟ السنة الثانية في الكرفانات. نعم. جينا قبل رمضان وهي خشينا في رمضان الثاني هنا. نعم. طيب الآن كم بيت موجود هنا في الكرفان؟ أربع عائلات هنا. أربع عائلات من نفس العائلة كلهم؟ نفس العائلة. آه. وهذا البيت فيه 16-17 نفر، 17 نفر في قلبه. نعم. قبل أيام توفي طفل وقع عليه باب الكرفان. وقع عليه الباب، يعني هو أجا طفل بدي بلعب عند الباب، بدي يفتح الباب زقه وقلب عليه كتله. وقع، تعال أمرك شوف جوا. أمرك شوف جوا. في الشتاء ثلج، في الشتاء وفي الصيف فرن، حد الله ما احنا عارفين نقعد فيها. ما عليك الا الخبز في قلبه تواني بخمار. المفروض ياخذون تعيين المخابز خماره. لا حول ولا قوه الا بالله. والله وضع صعب. قال الوضع صعب، الوضع موت. هذا من سنتين؟ هذا من سنتين طفل؟ هذا بقيت حامل فيه 6 شهور وصابت بشظيفه بطني، فنزلوه مني بعمليه قيصريه. هذا نزل هو 201. لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم. الله يعينك. الحين هذا لما اي واحد بيشوفه بينسوا عليه، طلع فيه ما يمسكش شديد. في عنده مشاكل. عنده مشكلة، نزل طرح 6 شهور. يعني هو 201. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش نعمل؟